ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة، كنا محتاجين على مدار الفترة اللي فاتت بنعمل حلقات وعملنا حلقات كتير، فكل ضيوفنا يبقوا موجود معانا، أستاذ علاء وأحمد بيه والدكتور كريم، كله يقول لك إيه المواني، البضائع موجودة، افرجوا عن البضائع يا جماعة، ما هي الأسعار غالية عشان البضائع، طب الحمد لله بدأنا نفرج عن البضائع، هل ده ممكن يبقى له تأثير على الأسواق ولا لأ؟ ليه تأثير على المواطن ولا لأ؟ ليه تأثير على الصناعة ولا لأ؟ لو كان الناس بتشتكي بعض الناس، وأنا بتكلم على هذا البرنامج، يقعدوا يقول لك مصانع قفلت، في نص المصانع مش شغالة، ليه؟ أصل مستلزمات الإنتاج قاعدة في المواني. طب ما هي مستلزمات الإنتاج رئيس الوزراء امبارح راح بنفسه عشان يتم الافراج عنها، ده هيأثر ازاي؟ خلينا يعني نطرح كل هذه التساؤلات ونعرف ايه الحكايه، هل 23 كاقتصاد كصناعه كاسعار ممكن يختلف عن 22 بعد الاجراءات اللي الدوله بدات تتحرك، اعتمادات مستنديه خلاص مش موجوده يبقى مستندات تحصيل وهكذا، نسال هذا الملف لان ده ملف كمان يهمنا يهم كل بيت، كل بيت كان بيشتكي، طب ايه اللي حصل بعد القرارات وتحرك الدوله؟ استاذ احمد شيحه تحياتا لحضرتك ولسان حضرتك طيب. حضرتك طيب يا فندم وان شاء الله خير علينا و23 تبقى خير علينا جميعا ان شاء الله. يا رب. مهندس علاء سقطي كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك بالصحه والسلامه وده اول يوم في السنه. ايوه. يعني ايه؟ بنتكلم من الاول خالص ان شاء الله يعني. ان شاء الله دكتور كريم العمده كل سنه وحضرتك طيب. وانت خير والسلامه ان شاء الله يكون عام جديد سعيد على كل المصريين ان شاء الله. هبدا من عند حضرتك. التحرك اللي خدته الدوله خلال الفتره الماضيه ممكن الاقي له تاثير انا كمواطن. في سعر سلعة في مصنع يشتغل في أيدي عاملة تبدأ يشتغل في تحريك للسوق للإيجاب والأفضل ولا لا؟ لا طبعا شيء طبيعي والقرار في مجمله أيوة. قرار إيجابي جدا بينعكس على كل اللي حضرتك قلت عليه دوت كويس. بينعكس على تشغيل المصانع وخطوط الإنتاج المتعطلة بينعكس على توفر السلعة والاسعار لان طبعا قله الاسعار قله ولا دي امال وتفاؤل مننا لا 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 انا بتكلم دلوقتي على الأرض. القرار بتاع النهارده ايوه قرار فيه ايجابيات كتيره جدا 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 من اهمها تشغيل المصانع وخطوط الانتاج العطلانه من اهمها توافر السلع اللي مش موجوده في السوق واللي بتبقى موجوده عند بعض المحتكرين وبيضربوا اسعار غير طبيعيه فكل ما السلع كانت متوفره اعتقد هيبقى الاسعار تبقى معتدله في السوق التكلفة هتبقى عالية لأن البضائع موجودة ومحملة بغرامات تأخير غير تكلفة البضاعة نفسها لشركات الشحن والنولون اللي كان بتحصل عليها التعامل بتاعها لما كانت جاية قبل التعويم كان بنتكلم في 18 دلوقتي بنتكلم في 25 75 لو البنك وفر العملة ديت السلعة تنزل هتبقى أسعارها مرتفعة عن سابقتها ولكن رغم الأسعار العالية دي هتبقى ارخص من الموجود حاليا اللي بيستغل التجار او المصنعين اللي هم محتكرين الاسواق النقطه الاهم من ده كله هي عوده الثقه في الدوله السمعه بتاعتنا دلوقتي بعد انت عارف ما كانش في ثقه ولا ايه للجزئيه بتاعت ان الدوله وعدت الدوله وعدت أيوة. وقالت ان احنا في اخر هنعمل وعملنا ايوه دي نقطه مهمه جدا وليها انعكاسات على المستثمرين المصريين وبالتالي على المستثمر الخارجي او المورد الخارجي لان احنا بنبقى مرايه للمورد الخارجي النهارده يقول لك بضاعتي بقى لها 3 4 شهور لا خلاص تم الافراج عنها والدوله بذلت كل المجهود كانت فتره وفيها تعثر والحمد لله الفتره دي انتهت يعني انعكاسات القرار بصراحه انا واحد من الناس لما شفت رئيس الوزراء وبيتكلم وبيقول ان احنا قدرنا وفرنا وبصراحه احنا كنا متشككين ليه بقى لان الرقم كبير جدا كبير. بتتكلم في حوالي 9 مليار ونص هتجيبوه منين هم افرجوا عن 5 وفي 9 مليار ونص والدنيا عماله الاسعار عماله ترتفع كنا متشجعين وقلنا لا دي برضو يعني ايه يعني بتهدئه للراي العام تهدئه للمستوردين انما ان رئيس الوزراء ومعاه المجموعه الاقتصاديه اللي كانت معاه امبارح وزير النقل وزير الماليه وزير التجاره والصناعه لا لا موضوع رساله طمأنة كبيره جدا لينا احنا كمستوردين وزي ما بقول لحضرتك بتنعكس معانا في علاقاتنا الخارجيه طيب. لان احنا بنمثل المورد الخارجي هنرجع لده ولكن علاء بيه كمان المشهد اللي قدامنا ده شفتوه ازاي امبارح وتاثيره عليكم وتاثيره على بتكلم على استثمار او صناعه او هذا القطاع الكبير طبعا 100% تاثير ايجابي جيد جدا بس انا بس في نقطه عايز اقولها الاول لو الناس تهيأت ان المصانع وقفت ده ما حصلش يعني احنا بنعمل انا بصفتي رئيس اتحاد المشاريع الصغيره أيوة. ونائب رئيس اتحاد مستثمري مصر لا الكلام ده ما حصلش مفيش مصانع وقفت هو حصل انخفاض في الانتاجيه بدليل
ان البضائع المحليه اللي موجوده في السوق موجوده. احنا ما فيش بضاعه بننزل نشتريها النهارده بتقول لك لا مش موجود مثلا. نعم. لا البضائع موجوده الحمد نعم. لله. طب ده يرجع ده. المصانع تشتغل 100%؟ بالظبط كده. هي دي النقطه بقى. يعني احنا ما وقفناش عشان نبدا نشتغل، لا. احنا فعلا حصل سلو داون. قلت المعدلات. بعدين النهارده بتبدا ترجع تاني لمعدلاتها الطبيعيه. نعم. وعلى فكره اللخبطه اللي موجوده دي مش عندنا بس، العالم كله النهارده كل يوم في حال. لما تقول كده يقول لك هو انتوا كل حاجه بترموها لبره وكل حاجه تقولوا العالم. لا مش كل حاجه، ما تعملوا اجراءات وما تقولوش بره. ما ينفعش. خد بالك انت، معلش ما تاخذنيش برضه. انا بتكلم، لما اتكلم العالم انا بتكلم في اقطاب العالم. ما بتكلمش في دوله كده، لا ده اقطاب العالم. انت فعلا في الوضع الاقتصادي ده انت مفعول بيه. نعم. انت ما يعني نعم. انت بتتعامل وفقا للي بيحصل قدامك. بكره الصبح الحرب انتهت، ليها تصرف. لا ولعت بزياده. ليها تصرف تاني. نعم. المواني قفلت، ليها تصرف تالت. نعم. فانت هنا النهارده فعلا قاعد زي ايه اللي قاعد بترتب الامور كل يوم بترتيبها شكل كويس. ده واقع الامر. نعم. قضية الأسعار، الأسعار زيادتها ما كانتش ناتجة من نقص البضاعة قد ما كانت ناتجة من الاحتكار، ناتجة من نوع من أنواع الطمع. هو الذهب اتغير وضعه. هو الذهب، ما الذهب نزل النهارده. هو الذهب زاد كميته عشان ينزل سعره؟ لا ما زادش كميته، هو نفس الذهب اللي موجود هو اللي موجود. نعم. طب نزل ليه؟ لأن الناس حست ان الاسعار، لا ده في حاجه بتحصل، ده في دولار في السوق السوداء بدا ينزل، لا ده في ذهب بدا ينزل. يبقى الله، كل هذه الاشياء اللي بتتم ده بتدينا دلاله واضحه جدا ان فعلا كان هناك شبه مافيا في الاسعار. مافيا طبعا، مافيا مفيهاش جدال. ومافيا مرتبه ومنظمه. ان النهارده عايزه تعمل الحاله دي طبعا. النهارده انت ممكن يعني مفتعله ولا حقيقيه؟ لا مفتعله. معلش استاذنك، بس في كل حاجه ولا بعض الحاجات كانت مفتعله؟ انا وجهه نظري في الاسعار تحديدا. لا مفتعله. انت النهارده ممكن تخش على حضرتك على الفيسبوك ولا النت تسال على الدولار بكام. تلاقي مجموعه ناس كده دخلت لك قالت لك ايه 33 34 35. خلاص. تيجي تشوف التنفيذ ده مفيش حد بينفذ الكلام ده. خدت بالك؟ نعم. اذا النهارده في تيار حاليا موجود، ناس اشتروا على 36 ومش عارفين يبيعوا دلوقتي. ولا هيبيعوا. هيبيع ايه؟ ولا هيبيعوا. ولا هيبيعوا طبعا. النهارده انت بتشتري، واقع الامر او مش بتشتري، موجود فعلا. ب 27 و28. والدكتور كريم ياكد هذا الكلام. نعم. فاذا هذا الافتعال اللي تم هي النقطه بقى، كان لازم من اول لقطه حاجه زي كده تعامل. اصل معلش الاقتصاد هو عماد اي دوله. نعم. انا اللي يجي على اقتصادي انا هعتبره خاين، ويطبق عليه كل ما يطبق. انت جاي النهارده تدمر لي اقتصاد. نعم. جاي تطلع شائعه معينه بحاجات معينه، لا مش هينفع. نعم. خاصه ان الناس طيبه، الشعب المصري طبيعته طيب. طيب هروح للدكتور كريم عشان نعرف تاثير القرارات اللي اتخذت، سواء فيما يتعلق بالاعتمادات المستنديه او ما يتعلق بالافراج عن البضائع اللي كانت موجوده في المواني يتم الافراج عنها تباعا، تاثيره جوه وتاثيره كمان بره على الناس اللي احنا يعني بنتعامل معاهم كحركه تجاره خارجيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني احنا الان في بدايه عام جديد، طبعا يعني لما نيجي نتكلم عن القرار المهم جدا اللي اتخذه رئيس الوزراء ان احنا الافراج السريع والعاجل، وده كان بتوجيهات رئاسيه على فكره. نعم. عن البضائع المتكدسة اللي هي من شهر ابريل تقريبا، مارس يمكن او مارس براي. كمان الازمة دي متراكمة وقديمة. طب دي انعكاساتها ايه؟ طبعا يعني برضو ما نيجي نتكلم عن تأثيرها على الاقتصاد المصري لازم نوضح ان الاقتصاد المصري زي ما هو في نقط قوة وفي نقط ضعف، وزي ما في ضعف وفي قوة نتكلم. نعم. عن الاثنين. نعم. مفيش مشاكل. احنا عندنا الواردات المصريه كبيره شويه، ضعف اكتر من ضعف الصادرات، وده بيعمل عجز في ميزان المدفوعات، عجز مزمن وقديم يعني. وبالتالي ده احدى الخلل او احدى الميزان التجاري. الميزان. نعم. التجاري وبيسمع. نعم. في ميزان المدفوعات ككل. نعم. طبعا عشان الفرق كبير. نعم. طيب احنا عندنا الواردات المصريه، لما نيجي نبص الى هيكل الواردات دايما لما اجي اسمع حد يقول لك، مواطن العادي يقول لك والله احنا نقلل السلع الاستفزازيه. نقلل السلع مش عارف رفيعه. يعني هو ما فيش كلام زي كده يعني. ما نقدرش نحدد سلعه بعينها اقول عليها سلعه. نعم. استفزازيه. ولكن احنا لما نيجي نستخدم لغه الارقام
وننظر إلى الهيكل التوزيع النسبي للواردات المصرية في عام 2021 ونقيس عليها، هنلاقي أن السلع الوسيطة اللي بتخش في صناعات أخرى في مصر أو مدخلات إنتاج لسلع أخرى تقريبا من 45 ل 47% من هيكل الواردات. السلع الاستثمارية اللي هي الآلات والمعدات وقطع غيرها اللي بتخش في عملية الصناعة الهامة جدا 15% من هيكل الواردات. المواد الخام 11% تقريبا. السلع الاستهلاكية الغير معمرة 20% والسلع الاستهلاكية المعمرة 7%. ده الهيكل تقريبا للواردات المصرية، وبالتالي الصناعة المصرية أكيد تضررت، ما أقدرش أقول توقفت ولكن تضررت. أيضا السلع الاستهلاكية اللي بيتم استهلاكها في الأسواق طبعا حصل ظاهرة شح في السلع، وابتدت طبعا المضاربات اشتغلت. المضاربات ليس فقط على العملات وعلى الذهب ولكن أيضا عديم الضمير موجودين في كل القطاعات. طبعا ده وقت المضاربات بس هو دلوقتي في هرمز اللي بيبيع رز ب 19 جنيه وأكبروه يبيعه ب 12. بالفعل فالرقابة هنا بتبقى مهمة، ولكن برضو الرقابة تأثيرها هيكون وقتي. لازم تتوفر السلع والمنتجات. الإفراج عن السلع والبضائع حاجة مهمة جدا، اللازمة للصناعة، اللازمة للاستهلاك. طبعا الشعب المصري كبير، سوق كبير، أكثر من 100 مليون مواطن، فاستهلاكه كبير، وبالتالي دي كانت نقطة مهمة وحساسة جدا كنا لازم نوصل لها علشان حتى لما ندي رسالة للمستثمرين، رسالة للصناعة على فكرة، انك انت كصناعة مهمة جدا، محتاج مواد خام، محتاج قطع غيار للآلات والمعدات، دي كلها هتجيبها منين اذا كانت البضائع متكدسة في المواني. كمان برضو عايز الفت نظر وزير الماليه برضو ان السلع المتكدسه دي الناس المستوردين ما لهمش ذنب فيها، فعليها غرامات. اظن ان يتم النظر ليها مره ثانيه علشان يعني ما نحملش المستهلك، ما نحملش الصناعه المصريه بتكاليف زياده. طيب. وهم ما لهمش ذنب فيها. هرجع لهك دكتور كريم، ولكن اروح لاستاذ احمد شيحه مره ثانيه. استاذ علاء اتكلم على ازمات مفتعله، اتكلم على الدولار، اتكلم على في تجار هم اللي كانوا بيرفعوا الاسعار او يقول لك بكذا وكام و30 وكام وكذا يوصل لكذا، في الاخر الدنيا بدات. ايه اللي حصل في الملف ده تحديدا الدولار؟ فاكر انا كنت مع سيادتك في حلقه بعد موضوع التعويم الاولاني، قلت لك مصر بيمارس عليها الفوضى الخلاقه الاقتصاديه. ايوه. وجات سيره امريكا واللي حصل في امريكا، وكان معانا بعض ضيوف وتعليقات على امريكا والدولار ولعب الدولار، وانت ساعتها كنت استغربت الكلام اللي انا بقوله. انت حضرتك احنا بنتعرض دلوقتي لحرب اقتصاديه تحت مسمى الفوضى الخلاقه الاقتصاديه. هو الخارج مش عايز دوله مستقره خالص. الخارج عايزك دوله كده دايما في حاله من عدم الثبات عشان تتحكم في كل امورك. هدي لك مثل كلاما على انت مواردك الدولارية كام؟ حوالي 95 مليار دولار، 35 مليار تحويلات مصريين، زيهم تصدير غير المواد البترولية حوالي 10، 12 مليار سياحة، 8 قناة السويس، 95. احنا بنستورد بكام؟ ب 70، 75. يعني عندي سيادتك 20 مليار، 80. يعني عندي سيادتك 15 مليار دولار فائض موجودين من مواردك في الجزء اللي انت بتستورده. هو علامة الاستفهام، طب الفلوس دي بتروح فين؟ الدولارات دي بتروح فين؟ ليه دولة؟ نقطة تانية ومهمة جدا جدا وناس ما بتطفنش ليها، انت الناتج القومي عندك حوالي 405 مليار دولار. تكلفة الناتج 455 تقريبا، اخر معلومة عندي 405. نعم. ايا كان 400. 400. تكلفة ال 400 250 مليار دولار. خد بس بال حضرتك، تكلفة ال 400 250 مليار دولار، عندك 150 قول 100 مليار دولار بيروحوا فين؟ هنا بقى هنيجي للي احنا عايشينه في السوق واللي بنشوفه. الأرباح الطويلة جدا للشركات الأجنبية، وأهلا بأي استثمار، أرباح ضخمة جدا 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 بيتم تحويلها بعيدة عن المصارف الشرعية اللي موجودة، وده اللي بيعمل أزمة في الدولار. أنا كسبان في بعض السوق. لا بس هو أنت من حقه يعمل. لا هو مش هيجي لك، انت مش عامل له قانون مين اللي ارباحه مش هيجي فيه يحولها؟ ما اهلا وسهلا بيه. بس بيحولهاش بعيد عن القنوات الشرعيه. يعني الارباح بتاعته اللي هو بيكسبها ديت. واحنا ما بنقولوش ما تكسبش. ايوه. ليه بتهربها عن طريق الشركات الصرافه او غيره والشركات المتخصصه بعيد عن شركات الصرافه؟ بيديله اموال هنا بملايين الدولارات يوميا بتطلع بالطريقه ديت. بيسلموا الفلوس
هنا مصري وبيستلمها وبياخدها منه دولار بره. دي معلومه ولا تحليل؟ لا دي معلومه، معلومة. وانا عايشها على فكره، عايشها. وعايز اقول لحضرتك احنا ما عندناش ازمه في الدولار، هي ازمه في التلاعب في الدولار والاتجار في الدولار. وده اللي السبب ايه؟ ان الدوله حطت بعض القيود من 2016 وموضوع التعويم، وانك انت فلوسك اللي جوه مش عارف تخرجها، اللي انت حاططها بتاعتك انت يقول لك لا اصرف قد كده. ممكن قلنا الكلام ده قبل كده يا جماعه، ما ينفعش، لازم ثقه المستثمر في المصري قبل الاجنبي. لان نعم. انا لو عندي مشاكل بتاع القرارات اللي صدرت بطريقه سريعه، انا كمستثمر مصري لو عندي مشاكل هيسمع للي بره. طبعا، ما انا بقول لحضرتك النهارده القرارات الايجابيه دي لما سمعت عندنا احنا على طول قلنا للشركات خلاص الدنيا مشيت وبضاعتك خرجت وهتاخد فلوسك، اعمل لي الاوردر الجديد عشان ما توقفنيش. وخاصه ان احنا موضوع الصناعه بيمثل جزء كبير جدا من 75% من حجم وارداتك مواد خام وسلع وسيطه ومستلزمات انتاج. والسلع الراسماليه خطوط الانتاج دي لو اديناها 10 يبقى كل الزيطه الخاصه بالسلع الثانيه اللي هي بيقولوا عليها سلع استفزازيه او سلع مش اساسيه ما بتمثلش اكتر من 10%. في النهايه اللي احنا عايزين نقوله، انت بتتعرض وانت بتشوف ناس كتير جدا بيطلعوا يدوا تصريحات لخلخله الاقتصاد المصري. بالحسابات اللي حصل في مصر في الفترة اللي سبق ديت لا ده انت دولة متطورة جدا، دولة عملت كل الامكانيات المؤهلة عشان تجذب بيها استثمارات في كل المجالات، سياحة، صناعة، تجارة، كل الانشطة اللي احنا متخيلين. هو في بنية تحتية اتعملت على مر السنين زي اللي فاتت دي. وبعدين الناس تقول لك ايه اصل انتوا صرفتوا 7 تريليون. طب ما 7 تريليون النهاردة لو احسننا تسويقهم وعرفنا نديرهم هيبقوا 15 تريليون. ليه؟ لان اتعملوا بتكلفه من 7 سنين. فاحنا انا برد بس على اللي انا بسمعه. يقول لك انتوا حطيتوا، ما هو لو ما فيش طرق، ما فيش غاز، ما فيش بترول، ما فيش كل البنيه التحتيه دي، ما حدش هيجي لك. هيجي لك يعمل مصنع ما عندوش كهرباء ولا ميه ولا طريق، هيجي يعمل في السياحه ولا والكلام. انا برد علشان الناس اللي بتحاول تقلل من المجهود اللي اتبذل ده. لا، فعشان كده بقول لحضرتك في بقى في الخارج بيحاولوا يحجموا دور مصر في المنطقه وفي الاقتصاد ويخلوا الدور المصري مرتبط بيهم هم. عشان كده بقول لحضرتك احنا بنتعرض وبالفعل ولغايه النهارده لفوضى خلاقه اقتصاديه. ولولا ان الدوله متماسكه والناس بس عايزينها تفهم، لازم نقف جنب الدوله عشان خاطر لو تمكنوا مننا زي ما حصل في موضوع الدولار. يمكن انا عايز هطرح على حضرتك مبادره بسبب موضوع الضغط علينا بموضوع الشروط بتاع صندوق النقد الدولي في مبلغ متدني جدا ملوش اي قيمه. الارباح اللي بتطلع مننا كمستثمرين، وانا واحد من الناس، انا ممكن ادفع نسبه مني بالدولار بدل القرض بتاع صندوق النقد الدولي 350 مليون دولار. ده كلام فاضي لما تشوف دوله ناتج القومي 450 مليار دولار. لو كلامنا في 3 مليار دولار يعملوا كام؟ اقل من 1%؟ كلام يعني احنا كرجال اعمال مصريين خافين على بلدنا. شكرا لصندوق النقد الدولي، شكرا لامريكا برخامتك وبغلاستك وبالدولار. في زي ما كنت طرحت على حضرتك المره اللي فاتت ننوع التعامل بالعملات بتاعه الدول الاخرى، مش محتاجين الدولار ولا مزله الدولار ولا القرف الدولار ولا التعامل بالدولار ده. بوتين قال لك هنحارب الدولار، هنكسر الدولار. احنا لازم نعمل زي بوتين. انت عارف بوتين بدا الحرب كان الدولار الروبل مقابل الدولار 150. نعم. دلوقتي بتتكلم في 60 65، رغم الحصار الاقتصادي وبيحارب العالم كله اقتصاديا وعسكريا وكل ما انواع الحرب بيحارب. احنا عندنا امكانيات، احنا واقفين على رجلينا، عندنا امكانيات وقدرات كبيره جدا. بس يسمعونا بقى. طيب. يعني الناس اللي يسمعونا شويه نقول لهم الحل ايه والاسعار تنزل ازاي وتوفير الدولار. احنا بنتكلم على الهوا مش بنتكلم سر يا فبيسمعونا. لا لا احنا بنقول بمنتهى لا طيب. يسمعونا في اللي احنا بنقوله. طيب خلينا نطلع فاصل وبعدين نرجع لعلاء بيه والدكتور كريم كمان، انه علاء بيه لما نرجع اتكلم على امبارح الدكتور مصطفى مدبول رئيس الوزراء بيتكلم على الاستثمار، بيتكلم على المستثمرين، نتكلم على ازاي ان احنا عايزين نعمل مثلا على سبيل المثال سياسة ضريبية لمدة على الأقل 5 سنوات ثابتة، نقعد مع القطاع ده ومع المستثمرين رجال الأعمال والصناعة ونعرف منهم ونسمع هل ده مفيد قد إيه، وأيضا مناخ الاستثمار بالنسبة لنا النهاردة بعد الحاجات اللي اتفكت كتير قوي وتأثيره على الاستثمار. في ناس بتعرقل أكيد، في كل حتة في ناس بتعرقل أكيد، يعني بيحصل. بعد الفاصل
ارجع مع حضراتكم وضيوفي الكرام. من شويه احمد بيه شيحه كان بيتكلم على انه في بعض الشركات ممكن تهرب فلوس عن طريق بعض الصرافه او كده، هل ده وارد ولا ممكن تبقى حاله او حالات بسيطه جدا لا تؤثر على مناخ الاستثمار بشكل عام؟ انت عامل قانون انه من حق المستثمر ارباحه ياخدها. يعني انا هتكلم حضرتك طبعا في مجال الصناعه اللي انا معني بيها او مسؤول عنها، اقدر اقول مثلا 99 ملتزمين وما يقدرش يعمل كده. يعني هو اي شركه النهارده ما بتقدم ميزانيه وبناء على الميزانيه لو شركه اجنبيه عندها مصري بتحوله الدولار بالسعر الرسمي ده قانون وبتحوله عادي جدا. فقضيه ان هو ياخد فلوس بالمصري نتيجه اعماله وبعدين يبدلها الدولار في السوق السوداء، طب ما هو يخسر. لا، هو يبدلها للبنك لان القانون بيتيح له هذا الكلام. فاذا النهارده ممكن تبقى حاله بقى خاصه نتيجه الوضع السابق اللي كان غير طبيعي. يعني دايما اي وضع بيحصل غير طبيعي توقع منه نتائج تحصل غير طبيعيه، وده وارد. انما الوضع العام اي مستثمر اجنبي موجود في مصر من حقه ناتج اعماله يحوله بالدولار ويطلعه بره، هو حر. ده موضوع رسمي وقانوني وبيحصل لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها، وبيحول بالسعر الرسمي بالمناسبه، ما بيحولش بالسعر. امبارح رئيس الوزراء كان بيتكلم على هنقعد مع رجال الاعمال مع المستثمرين عشان سياسه ضريبيه على الاقل 5 سنوات، بحيث انه يبقى الدنيا ثابته، وده يمكن طلب انه ما تغيرش الضرائب كل شويه على الناس، وده بيعمل ده. بتشوفوا هذا الامر ازاي وكيف يتحقق هذا الامر وفي جذب، لانه العالم كله النهارده والدول اللي حوالينا كله بيدي حوافز عشان يجذب استثمارات اكتر. طيب انا بس معلش عايز اقول النقطه باذن حضرتك. دلوقتي لو جينا قلنا مصر دوله زي مصر هل تعتبر مقومات الاستثمار موجوده فيها؟ سواء ارض، طاقه، عماله، قدره موجوده شرائيه، بوابه افريقيا. انا اكد لحضرتك انا بستثمر في مصر وافريقيا وشايف الموضوع ماشي ازاي. مصر دولة تعتبر مؤهلة للاستثمار. طب ايه المشكلة؟ طب احنا ليه المشكلة؟ انا من وجهة نظري هي مشكلة اجرائية. انت عندك ازمة في الاجراءات، ازمة في طولها وصعوبتها وعدم فهم اجراءات ايه؟ كل الاجراءات من اول ما المستثمر بياخد الارض. انا بيجي لي حاجات يعني غريبة الشكل، تعقيدات جدا. مستثمر راح يعمل توكيل بشهر عقاري، موظف الشهر العقاري قال له ما ينفعش تعمل توكيل لان الارض دي مش بتاعتك، هو مستلمها من الدوله. طب لو مستثمر بيسمع هذا الكلام، اذا النهارده في عندك الحته دي فيها مشكله. بتتكلم على واقع حقيقيه ولا بتتكلم بشكل عام؟ واقع حقيقيه وحصلت معايا انا بقى. فاذا النهارده لا، في عندك مشكله. رئيس الوزراء بيتكلم على الرخصه الذهبيه، وانا اروح ليه؟ ما اروح مجلس وزراء في مكان هناك الرخصه الذهبيه. مع احترامي طبعا للرخصه الذهبيه عشان تقدر. اصل الرخصه الذهبيه دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ انا كنت عضو مجلس اداره الهيئه العامه للاستثمار وشاركت في اعداد قانون 2017 بتاع الاستثمار. الرخصه الذهبيه دي معناها بوابه واحده، معناها ان حضرتك النهارده خدت رخصه ذهبيه، كل الرخص جوه هذه الرخصه الذهبيه عشان تقدر تعمل كده لكل حاجه. ده موضوع في منتهى الصعوبه على الاقل دلوقتي. انا وجهه نظري في هذه التعقيدات، حضرتك بتتكلم انه في بعض التعقيدات، بعض الاجراءات. لازم النهارده. طب ايه المقترح؟ اعمل ايه المقترح؟ بالظبط كده. انا لازم النهارده اعمل مانيوال، كتاب، ورقه، اقول والله المستثمر خطواته لحد ما ينتج اهي، 1 بالطريقه الفلانيه، 2 بالطريقه الفلانيه، الجهه الفلانيه زمانها قد كده للانجاز، تاخد كام يوم او وقت قد ايه بالظبط كده. وهذه الورقه دي وثيقه. وثيقه حضرتك جيت تستثمر عندنا في مصر. الوثيقه دي ما فيش مخلوق يقدر يغيرها. بالمناسبه قانون للاستثمار به اعفاء ضريبي. خلاص، ما تمش الاعلان عنه بصوره واضحه عشان الناس تبقى فاهمه النهارده انت جاي تستثمر في مصر. عندك تاخد اعفاءات طبعا. ما ده القانون ده من 2017. تقدر تاخد 30% من تكلفتك الاستثماريه خصما من وعائك الضريبي. يعني اذا هناك اعفاء ضريبي، في حوافز اهي كويسه، حوافز ضخمه جدا. بس لم يتم الاعلان عنها بصوره حتى الموظفين الصغيرين ما يعرفوهاش. انت الحته دي عندك فيها مشكله. اعمل مشاريع جاهزه. اعمل دراسات جدوى. تعالى اقول للمستثمر الاجنبي
اعمل افواج طالة تطلع النهارده ملاحق التجاريه او غيره او غيره يبقى عنده دراسه جدوى يا مستثمر. نعم. القطاع ده لو انت استثمرت فيه بالطريقه دي العائد بتاعك هيبقى كذا. بس لما اجي اقول لك كده لازم اقول لك هتستثمر فين. يبقى الارض اهي، مكنك هيجي بالطريقه دي، عمالتك اهي. زي بالظبط ما تكون بتقري واحد تعالى عندي حط مليون دولار كذا هتاخدهم كذا بدراسه جدوى معتمده من الحكومه ولا يتم تعديلها ولا تغييرها. اللي هتكتبه كانه عقد بالظبط، حتى المانيوال اللي هتعمله ملتزمه بيه 100% 100%. ما بنهزر. هروح للدكتور كريم قبل ما نطلع فاصل اخير. الاقتصاد العالمي عام 23 رايح فين؟ حتى النهارده رئيسه او مدير الصندوق النقد الدولي بتحذر انه عام 23 عام صعب على العالم كله في كاقتصاد. يعني طبعا تقرير افاق الاقتصاد العالمي اللي صدر من صندوق النقد الدولي في شهر اكتوبر تكلم قال لك ان الأسوأ لم ياتي بعد. طبعا يعني هم نظرتهم لعام 2023 ان المحركات الاقتصاديه العالميه هيكون فيها نوع من انواع الضرر، التضخم لا زال موجود، روسيا، اوروبا، امريكا لا زالت بتعاني من ازمات، يمكن حالات كوفيد في الصين زادت بشكل كبير. طبعا لما البنك المركزي الامريكي يرفع سعر الفايده وتهرول باقي البنوك المركزيه ده معناه تقييد شويه للنشاط الاقتصادي. لازال طبعا في توقعات ان هو ممكن يرفع كمان حتى وان كان بوتيره اقل. ولكن طبعا ده معناه ان النمو الاقتصادي في العالم هينخفض طبعا. يعني هو بيقول ممكن يوصل 2% او ممكن كمان اقل من ال 2%. فده معناه طبعا ان السلع والمنتجات اللي بيتم انتاجها من الدول دي اللي هي تعتبر محرك الاقتصاد العالمي اللي الدول الناميه كلها بتستورد منهم هتقل، فبالتالي هيأثر على التجاره. ايضا لما المصانع الغربيه تتوقف او تقل نشاطها ده هينعكس على السلع والمواد الخام اللي هيستوردوها من الدول النامية. يعني انا برضو عايز اقول في النهاية ان النظام العالمي هو نظام غير عادل برضو. يعني يمكن الدول النامية والدول الافريقية ومصر منهم بندفع ثمن طبعا يعني الصراع العالمي والصراع بين التكتلات. طب الازمات الدولية دي تأثيرها ايه على الاستثمار في مصر؟ طبعا يعني الاستثمارات العالمية كلها كقيمة انخفضت. فبالتالي بتنعكس على الاستثمارات الوافدة الى مصر طبعا. بالاضافة طبعا ان الاقليم في تنافس اصبح على المستثمر، مش انا بس اللي بطلب المستثمر. هو عندك المملكه العربيه السعوديه وعندك الامارات وعندك دول الخليج. دول الخليج مدعومه فوائدها البتروليه الضخمه. ولاول مره احنا نشوف فوائد بتروليه بالشكل ده، لان احنا عارفين ان ازمه البترول يمكن دي رابع ازمه او رابع صدمه. دايما بينظر الاقتصاد العالمي او الغرب بيقول على اسعار البترول لما زاد ترتفع من 21 لحد دلوقتي اكتر من 50% من ثمن. بينظر اليها كانها صدمه مربكه وما زال صدمة جاي كمان. بالفعل ينظر لها انها صدمة مربكة. يعني يمكن احنا نتذكر في 73 ان سعر البترول زاد من 3 ل 12 دولار في سنة 78 و80 لما روسيا ايران والعراق والثورة الإيرانية. رفع سعر البترول من 12 ل 42. كان في صدمة مضادة في 86 اسعار البترول انخفضت. ومن ضمن الدول اللي اتأثرت انذاك مصر. فاحنا الآن أمام صدمة، صدمة للغرب في ارتفاع اسعار البترول. التضخم عندهم وصل إلى أقصاه طبعا. عندهم التضخم على يمكن 40 سنة ما حصلهمش كده بالفعل. ونحن الآن أمام بقى ظاهرة إن لأول مرة إن كان دائما الغرب بينظر للصدمات دي إن هو إن دول الخليج هتيجي وتشتري مننا أسلحة، هتيجي تشتري مننا سلع ومنتجات. دلوقتي دول الخليج واللي متابع القمة الصينية العربية اللي كانت في الرياض من أسبوعين تقريبا إن حجم تجارة الأكبر مع الصين. وبالتالي الفوائد دي ممكن توجه للاستثمارات مع الصين، ممكن توجه وبالفعل خطط التنميه في دولهم. فاذا يعني في اصبح شركاء تجاريين واقتصاديين جدد دخلوا المنطقه. واظن ايضا يعني ان الفوائد الضخمه اللي عند دول الخليج ده هتبتدي تشجع وتدعم الاستثمارات عندها. طيب هنوقف هنا عشان نطلع فاصل. بعد الفاصل سؤال لحضراتكم، ازاي نقلل فاتوره الاستيراد؟ هو ده ملف مهم وعندنا معضله وعندنا ازمه كبيره جدا في مساله 80 مليار دولار او 75 مليار دولار استيراد. ازاي اقدر اقلب المعادله؟ بعد الفاصل. قبل الفاصل سالت هذا السؤال، ازاي نقلل فاتوره الاستيراد وازاي نشتغل على توطين الصناعه المحليه؟ ايه اللي مطلوب يتعمل؟ انت في الاخر النهارده عندك ازمه عالميه
أثرت على العالم كله، أثرت علينا سلاسل وغير وغير وإمدادات وغير وغير، وبقت نقول بره. طب ما أنا أقدر أعمل، أعمله إزاي هنا؟ هي المشكلة عندك هنا أن حضرتك المادة الخام المطلوبة للصناعة مش متوفرة في مصر. النو هاو اللي أنت بتحتاجه مش موجود في مصر. صناعاتنا كلها بتعتمد بشكل كبير جدا على المكون الخارجي بشكل يتخطى في بعض السلع ل 80 و85%. وابسط حاجه، ابسط حاجه واسهل حاجه صناعه الدجاج. حضرتك بتجيب السماد من بره، بتجيب الجدود من بره، بتجيب الادويه من بره. انت مجرد بتحط الحاجه دي في المزارع، المبنى الانشائي، وبتبدا تصنع. يعني البيضه نفسها الست انواع الجدود اللي موجودين ما عندكش منها في مصر، كله بيستورد من بره. برضه اديك الرومي، البط، وهكذا. يعني انا بدي لك حاجه يعني الناس فاكره ان دي بتصنع في مصر، ما بتصنعش في مصر. في صناعاتنا احنا بنستورد اغلب المواد الخام والسلع البسيطه بنستوردها من اللي هي صناعه الالكترونيات. فان احنا النغمه اللي هي بتقول لا عايزين نقلل الاستيراد، ما انت هتقلل التصدير. لان انت حتى الجزء اللي انت بتصدره غير المواد الخام والمواد البتروليه كله بتستورد من بره. فحته ان احنا نقلل، ما فيش دوله في العالم بتصدر الا ما بتستورد. يعني اكبر دوله في العالم اللي هي الناتج القومي بتاعها الصين، بتتكلم الناتج القومي حوالي 15 او 16 تريليون. النهارده اعلنوا 17 تريليون. طيب ايه قفلوا 22 طيب. بناتج محلي 17 تريليون. بتستورد بكام بقى؟ بتستورد بكام؟ بحوالي 2 تريليون. بتصدر بكام؟ بحوالي 3 تريليون وكسور. فما ينفعش نقول لها ما تستورديش، لان لو ما استوردتش مش هتصنع ويطلع الناتج القومي 17 تريليون. احنا لازم ننفتح على العالم، نستورد التكنولوجيا، زي التجارب اللي حصلت في اليابان بعد الحرب العالميه وفي الصين بعد اليابان. احنا نجيب المصانع دي زي ما نقول، وقانون الاستثمار يسمح لينا كده، تعالوا كل التسهيلات والتيسيرات اللي عايزينها هنعملها لهم، وتعالوا نتعلم منهم. انت بتصنع العربية ازاي؟ نقعد نتفرج. انت عارف ان اكبر مصنع في السيارات في العالم دلوقتي الصين؟ عندها 185 براند بتنافس في كل الفئات، العالي والواطي والمتوسط والسكوتر وكل الكلام ده. من ايه؟ الصين كانت لما بدأت في بداية الستينات كانش عندها اي خبرة ولا صناعة ولا غيره. جابوا اليابانيين وجابوا الاوروبيين وجابوا كل دول العالم ورؤوس الاموال، خدوا الخبرة، تعالوا التكنولوجيا اتعلمنا، وفضلوا يتعلموا مؤدبين، واحنا هنشتغل عندكم. انا بروح مصانع في الصين دلوقتي، هتلاقي الاوروبيين شغالين هناك، اليابانيين شغالين عندهم بعد ما كانوا هم الايد العامله، دلوقتي بقى هم راس المال وبيجيبوا البتاع وبيستعينوا بكل. لغايه دلوقتي في شركات، يعني مثلا في عربيه بيصنعها اللي كان بيصمم رولز رويس شغال في مصنع من مصانع الصين دلوقتي، بيعمل لهم عربيه شبيهه بس بتطوير فاحنا ان احنا لو عايزين نصنع كل حاجه نصنع كل حاجه، ما يا ريت احنا نصنع كل حاجه، بس لازم تتوفر البنيه التحتيه. البنيه التحتيه اللي عملتها الدوله زي الفل. انت عندك اسهل قانون استثمار في العالم، ومدي تسهيلات وتيسيرات مش موجوده في اي حته في العالم. المستثمر بيجي كل حاجه بنديها له، وتحويل فلوس زي ما قال علاء بيه، وكل ما فيش مشكله. انا بتكلم الجزء اللي هو غير مرئي يعني. انما حضرتك انت لازم عشان تعمل صناعه لازم يبقى عندك نو هاو، عندك تكنولوجيا، عندك صناعات اختراعك انت، عندك نسبه لا تقل عن 45% من مكوناتك. فنغمه تقفل الاستيراد دي هتضر التصدير على فكره، وده اللي بيخلي يعني احنا لما حصل التكدس في المواني والبضاعه دي ما خرجتش، ايه اللي حصل؟ سمعنا اسعار واحتكارات والكلام ده كله، لما فيش سلعه بديله. انما بالعكس، انا عايزين نفتح البلد لغايه اما نستغنى عن اللي بره، نقول لا شكرا خلاص انا مش عايز منك حاجه. طيب ده ملاحظات احمد بيه شيحه، ملاحظات حضرتك على ازاي نعمق الصناعه بتاعتنا ونقلل، مش هنقول نقفل، محدش قال اقفل، ولكن على الاقل تقل فاتوره الاستيراد. عمرنا ما جينا قلنا ان في حاجه اسمها اقفل الاستيراد. ده مش وارد. مظبوط. خلاص، بس لما تيجي تقول لي، بس اقول اقلل، ان 47% خلاص سلع وسيطه و11% خامه خلاص من جمله وارداتك. ده معناها ان انت بتجمع 47% وبتصنع 11%. ازاي تصنع ال 47 وتجمع ال 11؟ بمعنى هل النهارده لما اجي اصنع فرشه سنان دي محتاجه تكنولوجيا؟ هل النهارده لما ابدا في الصناعات التي لا تحتاج تكنولوجيا، لما اجي اصنع جراب موبايل محتاج تكنولوجيا؟ لما اجي اصنع فرشه دهان محتاجه تكنولوجيا؟ قلم رصاص. 1000 منتج يمكن تصنيعهم مش محتاج تكنولوجيا. 1000 منتج. ما تجيش تقول لي النهارده من اللي انا بستوردهم مش محتاج تكنولوجيا، اعملهم هنا. ده المناسبة بقى الصين حاليا عاملة عروض على الماكينات خلاص
تقدر النهارده حضرتك بدل ما تقترض اقترض ماكينات وسدد ثمنها بالجدوله. ماكينات اللي هتعمل هذه الاجزاء الانتاج ده ما عندكش مشكله. عندكش ايد عامله؟ لا عندك. لما نيجي نتكلم عن المشروعات الصغيره اللي هي النهارده تعرفها القانوني والشرعي والعالمي مشروعات قليله التكنولوجيا، قليله التكلفه، يعني معنى كده يسهل تعلمها، يعني معنى كده بكره انتجها. اذا النهارده انا ما قلتش في استيراد، ما انت لما تعمل فرشه السينما انت تستورد البلاستيك بتاعها خلاص عشان تطحنه وتعمله. لما تيجي تعمل فرشه الدهان نفس الكلام. انما لا يجوز النهارده في ظل هذه الازمات، المانيا لما وردت المكن بتاع الكمامات للصين وحصلت كورونا، المانيا قام فيها ثوره ازاي نعمل كده، وقررت ان حتى لو المكن بسيط لازم يكون عندي. احنا في ازمه ما تضمنش بكره في ايه. لما حصلت كورونا وسلاسل الامداد انهارت هتبقى انت النهارده ما انتكش ما تعرف مش عارف تعمل سلاك دود. مش ممكن. طيب. مداخله من دكتور كريم فيما يتعلق ب ازاي ننهض بالصناعه وتوطين الصناعه وتقليل فاتوره الاستيراد. يعني طبعا انا اتفق مع احمد بيه وعلاء بيه، طبعا التكنولوجيا مهمه ولكن التكنولوجيا دي هنجيبها منين؟ انت لو قلت الشركه تعالي اديتني التكنولوجيا مش هتديك، لان ده مجهودهم. فهنا نتكلم عن البحث والتطوير العلمي في مصر. الانفاق على البحث والتطوير العلمي دي نقطه مهمه جدا. هي لا تتجاوز 1% من الحاجات بيقول لحضرتك عليها مش محتاجه، حاجات يعني بسيطه جدا. ما الاولويات هنا برضه بتاعها موجود في الصين جاهزين نجيبه. احنا هنا بقى نبص ايه يعني الصين احنا قلنا اكبر ناتج، ثاني اكبر ناتج محلي 17.5 تريليون من الدولارات. صادراتها 3.4 وارداتها 2.7 مليار، عندها فائض تجاري ضخم. الصين احنا لو بصينا لشركاء مصر التجاريين علشان نقدر نتعامل مع دوله تدينا تكنولوجيا وتدينا الات ومعدات حديثه مش قديمه. الصين اكبر شريك تجاري لينا على فكره، بتصدر لنا ب 15 مليار بتورد لنا واحنا بنستورد منها ب 15 مليار. بيانات المؤتمر، بيانات الانوكتاد، بياناتهم هم بيقولوا اكتر، بيقولوا 18 مليار بيصدروا لمصر، فده يعني فرق ضخم. ثاني شريك تجاري لينا السعوديه 8 مليار تقريبا بنستورد من منهم. ثالث شريك الولايات المتحده 5.5، ثم المانيا 4، ثم تركيا 2.5، ثم يعني فانت دلوقتي تركيا 7 ايه؟ بينك وبينها 7 تركيا سبعة. احنا بنستورد البيانات 2021 بنستورد منها 3.5 او 4 هم. انا بتكلم واردات فقط ليس حجم تجاره. 3 وشويه ماشي 3.5 تقريبا. طيب انت دلوقتي دوله زي الصين انت بتستورد منها ب 15 مليار، بتصدر لها بكام؟ بمليار، مليار وربع. الفرق شاسع. الكلام ده يا اخوانا ما يمشيش. مش معقول انا عشان انزل اجيب قطعه غيار سيارات في مصر غطر داتير صفيح على كاوتش باكتر من 100 جنيه طبعا. 100 جنيه يا دكتور ب 2000 جنيه 2000 غطا ب 2000 جنيه. طب على العربيه على قدي، عربيه عاديه يعني مش عربيه تكنولوجيا. تمام. فدي مش تكنولوجيا. طب ما تعملها. فانت طب ما تعملها يا دكتور. تتعامل ما تعملهاش. ما ماشي تتعامل اعملها. الدوله بتتيح لك، بتقول لك وبتديك اراضي. مش في اراضي الدوله خصصيتها ببلاش يا احمد بيه؟ لازم هنا المعلومه. ليه مش بعمل معلومه؟ ما ما نعملها ما فندم. المعلومه انت بتستورد قد ايه ما. وازاي تعمل هنا التعامل مع دوله زي الصين يا اخوانا الفرق التجاري، الميزان التجاري شاسع جدا لصالحكم. مجبره توطينا عندنا تكنولوجيا. احنا بنستورد منهم ملابس ومنسوجات بكميات كبيره، بنستورد منهم قطع غير سيارات، مجبره انها توطن عندنا التكنولوجيا او تدخل بس عندنا. بس يا دكتور معلش 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 سريع. طب سريع. مفيش حاجه اسمها مجبره. الصين انت بتتكلم حجمك 15 مليار ولا وهي بتصدر بحوالي 4 تريليون. يعني هي اذا ما كنتش انت تقول لها تعالي عشان هتستفيدي من عندي، تعالي اعملي مصنع عشان هنصدر افريقيا، هنصدر المنطقه العربيه. لازم يبقى عندك شريك. تعمل انت. لازم يبقى عندك يا فندم. انت ما عندكش تكنولوجيا. فكره يا اخوانا هي نفس الفكره. طب صنع عربيه. وانا قلت لك صنع عربيه. اصنع ابسط حاجه العربيه. صنع عربيه. صنع تلفزيون. وانا قلت لك صنع. هو انا لازم لما اصنع الصاروخ يا فندم؟ انت بتقول فرشه السنان ما بتصنعهاش ليه؟ بتقول خله السنان ده الاستيكه. انا هقول لك اديلك مثل مصر. هقول لك ليه. ليه هقول لك ليه. ليه؟ واحد صاحبنا راح شارك واحد هندي عشان يعمل له الاستيكه، وبعدين لما الراجل جه ده وما شاء الله الشغل اشتغل كويس جدا، المصري قال له لا امشي. التركيبه بتاعت الاستيكه لما جه عملها بقت بتفرول، المصنع وقف. ادي النو هاو اللي انا بتكلم عنه. معلش لازم تتعلم النو هاو وبعد أنا كده تصنع. ماجستير في الهندسه إيه؟ فاهم بقول لك ايه يا فندم؟ انا عارف. انا معلش وعارف الصناعه بتاعت سيادتك ايه. لا النهارده كل الصناعات اللي انا بقول لحضرتك عليها دي صناعات بسيطه
قليلة التكنولوجيا ولا نقدر. تحتاج تكنولوجيا نقدر. يعني احنا نقدر اعمل لي مصنع فرص سنان نرجع للشركات اللي انت عامله وانت عامله وانا هاخد منك انتاجه كله يا احمد بيه ما ده اللي انا بقوله يعني انا بقول مشروعات صغيرة ما نعمل يا دكتور عشان تعمل يبقى لازم الدوله تيجي تقول والله انا بستورد 2 مليون فرش سنان احمد بيه المستورد لفرش السنان اهو هو هياخدها منكم اعملوها في الحته دي والمكنه بتاعتها اهي او فكره ثانيه اللي احنا ننقل بيها التكنولوجيا من مصر بصناء قصه الصين ان الصندوق السيادي يستحوذ على حصص حاكمه للشركات التكنولوجيه في البورصات الغربيه شرفتوني شكرا اشكركم شكرا جزيلا بشكر حضراتكم شكرا محتاجين كتير ملفات خاصه بالصناعه والاستيراد فواتير والبضائع والاسعار دي الملفات اللي هي شغله الناس فيمكن النهارده اول جزء اكيد ان شاء الله يبقى لنا هي اخر أجزاء. كلمه عايز اقولها بس انا عشان يحصل استقرار اقتصادي في بلدنا لازم نبعد عن امريكا والغرب بشكر حضراتكم شكرا جزيلا نشوفكم بكره ان شاء الله صباح الالف خير